بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً بما منَّ علينا من نعمٍ كثيرة وآلاءٍ جسيمة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم هذه النعم نعمة الإسلام، الذي قال الله عز وجل في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله عز وجل أيضا في سورة آل عمران: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما أن الشكر موصول بعد شكر الله عز وجل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، على ما تكرموا به من أن ألتقي بإخواني في جمهورية كسوف الإسلامية. كما لا يفوتني في هذه المناسبة وفي هذا الوقت الطيب أن أتقدم بالشكر الجزيل لسفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية ألبانيا الإسلامية، ولجهودهم الواضحة والملموسة والبناءة والمثمرة على تيسير هذا اللقاء الطيب، فلهم الشكر موصولاً بعد شكر الله عز وجل. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأقول وبالله التوفيق، بما أن الداعية لا بد أن يختلط بالناس، فلا بد أن يصبر على أذاهم وأن يجنبهم أذاه، فلا يعسر عليهم حيث يمكن التيسير ولا يشق عليهم حيث يمكن التخفيف. إن خلق التيسير يعني قابلية الشخص للتنازل والأخذ بالأيسر، طالما أن التيسير ممكن ولا حرج منه شرعا، حيث قال الله عز وجل في محكم التنزيل: يريد الله بكم اليسر. وإن الأمة التي تعد أبناءها ليكونوا مجاهدين تعدهم أيضا ليكونوا ميسرين، لا يتعنتون في طريقهم إلى الجهاد بما يفسد عليهم قلوبهم أو يعكر صفو علاقاتهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. رواه الإمام أحمد في المسند. يقول الخطابي في شرح الحديث: ياسر الشريك
معناه الأخذ باليسر في الأمر والسهولة مع الشريك والصاحب والمعاونة لهما. انتهى كلامه رحمه الله. ولما لشخصية الداعية الميسر من كبير الأثر في المدعوين، فقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوصية للصحابيين أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قبل إرسالهما إلى اليمن: بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا. أراه قال: وتطاوعا. رواه مسلم. وفي ترجمة باب عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التخفيف والتسري على الناس. رواه البخاري. ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه يقبل من أصحابه أي نوع من الغلظة والجفاء والإحراج، وإنما يقول لهم كما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فثاروا عليه وكادوا يقعون به، قال لهم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته يحسب حساب من يأتمون به ألا يشق عليهم، وإذا توقع الحرج ولو لواحد ممن خلفه اختصر تيسيرا ورفعا للحرج. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يغضب ممن يطيل بالناس في الصلاة ويعتبرهم منفرين أو فتانين، وذلك ليتشربوا منه خلق التيسير، وهو من أهم ما يتحلى به الداعية المسلم. وقدوتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منا أن نختار الأيسر للناس ونقبل به، وإن كان فيه تنازل عن حق من حقوقنا فتلك المياسرة في الدنيا طريق لتحصيل التيسير والمغفرة من الله كما في الآخرة، كما في الحديث: يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله انظروا في عمله، فيقول: رب ما كنت أعمل خيرا غير أنه كان لي مال وكنت أخالط الناس، فمن كان موسرا يسرت عليه، ومن كان معسرا أنظرته إلى ميسرة. قال الله عز وجل: أنا أحق من يسر فغفر له. والتيسير حبيب إلى الله، حبيب إلى خلق الله. وقد ورد في شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب ما خف على الناس. رواه أحمد والترمذي والبيهقي. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه البخاري. ويقول البخاري رحمه الله: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن التزم التيسير على الناس ورفع الحرج عنه فقد تكفل الله له بالوقاية من النار وبغفران الذنوب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. رواه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان من قبلكم سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. رواه الإمام أحمد. وقد وصف ابن مسعود رضي الله عنه جيل الصحابة بأنه متميز بالبعد عن التكلف والعمل بما تيسر، فقال: إنهم أفضل هذه الأمة
أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وبذلك نرى أن اختلاف القيود للناس وافتعال العقد وإلزام الآخرين بالعزائم والإثقال بالمواعظ والإكثار من التكاليف فيه مجانبة لطبيعة الحنيفية السمحة ومناقضة لما دعا إليه ديننا من التيسير ومخالفة لما تميزت به الشريعة الإسلامية من رفع الحرج. وإنه لمن عوامل نجاح الداعية أن يجنح إلى التيسير فيما يأخذ به الناس، ثم ليأخذ نفسه بما يطيق أن يداوم عليه. وأخيراً أسأل الله بمنه وكرمه أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.